السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذه الحلقة سوف نعمل على تقديم تلفاز من براند 43 بوصة بدقة 4K. هذا التلفاز يندرج في قائمة الأجهزة من الفئة السعرية المتوسطة، حيث أن الشركة الفرنسية تدعي بأن هذا التلفاز يقدم الأداء القوي مقابل السعر المنخفض. إذا لنكتشف جميعا ما تقدمه لنا براند في هذا الجهاز، شاهد هذا الفيديو حتى النهاية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. عند فتحكم للعلبة سوف تجدون مجموعة من القطع المرفقة مع التلفاز على الشكل التالي: دليل التركيب، المنصة التي تحمي التلفاز على شكل قطعتين، مجموعة من البراغي من أجل تثبيت التلفاز، ألياف، البطاريات، وأخيرا جهاز التحكم عن بعد. تركيب المنصة عملية سهلة، كل ما عليك فعله هو تتبع خطوات التركيب المتواجدة مع دليل المستعمل. من أجل هذه العملية سوف تحتاج إلى مفك براغي، والطريقة سهلة، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بوضع المنصة في مكانها الصحيح، وأن تقوم بوضع البراغي داخل الثقوب، وأن تقوم ببضع دورات بمساعدة مفك البراغي. عند الانتهاء لا تنسى التأكد من قوة تثبيت واندماج المنصة مع التلفاز. تصميم التلفاز من الخلف هو عادي جداً، مصمم من مواد بلاستيكية، يتوفر على 4 ثقوب من أجل التثبيت على الحائط. أما على مستوى منافذ الاتصال فهي على الشكل التالي: منفذ TNT ومنفذ المستقبل الرقمي المدمج Receiver، منفذ RV، 3 منافذ HDMI، منفذين USB، وأخيرا منفذ الإنترنت. بالنسبة للغة التصميم في هذا التلفاز فهو لا يحتوي على حواف من 3 جهات: من جهة اليمين واليسار والشريط العلوي. أسفل التلفاز سوف تجدون شريط أسود، في الوسط شعار براند، وأسفل هذا الشعار سوف تجدون زر التحكم. على العموم فالتصميم هنا أنيق ولطيف، وسوف يضيف لمسة جميلة على المساحة المتواجد بها. أول ملاحظة عند تشغيل التلفاز وهو توفره على اللغة العربية، مما يجعل عملية الاستخدام سهلة لجميع الفئات العمرية ولجميع الأشخاص. أما بالنسبة إلى مكتبة التطبيقات فبروند تقدم لكم باقة متنوعة من تطبيقاتكم المفضلة، مثلا نتفليكس، يوتيوب، شاهد، برايم فيديو. بالنسبة إلى نظام التشغيل هنا تطلق عليه بروند بي هاب، وهذا النظام هو مماثل بشكل غير متصور لنظام فيدا OS المستخدم في أجهزة هايسنس. التلفاز يدعم البلوتوث من أجل شبكه مع مكبرات صوت خارجية، وبالنسبة للصوت فالتلفاز مرخص من طرف دولبي أوديو. أما على مستوى تجربة الألعاب فالتلفاز قادر على تقديم دقة صورة 4K حقيقية. جميع منافذ الـ HDMI تدعم معدلات تحديث 60 هرتز، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل وضع الألعاب في الإعدادات. لكن بالنسبة للألوان فللأسف كانت شاحبة وغمامية بعض الشيء، تفتقد إلى البريق المتواجد في أجهزة من نوع LG أو سامسونج. على كل شيء التجربة كانت محترمة. كذلك يمكنكم هذا التلفاز من مشاركة محتوى الهاتف مع جهاز التلفاز بشكل مباشر. وأخيرا ننتقل إلى معاينة جودة الصورة. صحيح أن التلفاز قادر على معالجة دقة صورة من نوع 4K، كما أنه يدعم الـ HDR10 ومعزز الصورة، وأخيرا الذكاء الاصطناعي في محاولة الجهاز لتحسين أداء المشاهد حسب المحتوى المعروض. لكن التجربة مختلفة، الألوان شاحبة وضبابية وتفتقر إلى اللمعان والبريق. كخلاصة لهذا التلفاز فهو تقليد لتلفزيون هايسنس، فهو يعتمد في تشغيله على واجهة الإعدادات المتواجدة في أجهزة هايسنس. أما نظام التشغيل الذي تطلق عليه براند بي هاب فهو نظام فيدا OS المستعمل في جميع أجهزة هايسنس. ليس هذا فقط، لكن انظروا إلى جهاز التحكم من هايسنس،
مقابل جهاز التحكم من برون، فهو مطابق. علاوة عن هذا، يمكنكم التحكم في التلفاز بجهاز التحكم من هايسنس. باختصار، هذا التلفاز هو هايسنس لكن تحت مسمى بروند. إذا أصدقائي، في ختامنا لهذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس، واتركوا تساؤلاتكم وتعليقاتكم جهة التعليقات وسوف أحاول الإجابة عنها قدر المستطاع. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله.